بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين. سلام على أحلى متابعين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ منورين حياتنا بكل بساطة مع أمان. النهاردة أنا جايبة لكم إعادة تدوير للبطرمانات أهي. ازاي هعمل منهم طقم توابل جديد؟ عندي أنا جبت البطرمانات كلها شكل بعض كده أهم، يعني أنا وفقت الشكل كله يبقى شكل بعضه شكل واحد أهو الشكل ده، وكمان الغطيان بتاعتها تبقى شكل بعضيها برضو نفس الشكل ونفس اللون كده. ومعايا الورق دوت، طبعا فاكرين حلقة التغليف بتاعت تغليف المطبخ وازاي ترجعي جديد، هسيب لكم اللينك بتاع الحلقة ان شاء الله في صندوق الوصف. ده الورق اللي فاض معايا وقلت لكم مش هرميه، هعمل بيه حاجة جديدة برضو. ومعايا هنا مقص ومعايا قلم، هنبدأ بقى على بركة الله ونشوف هنعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هبدأ اشوف الشكل اللي انا عايزة اعمله على البطرمان نفسه، يعني لو انا حابة يتغلف كده او يتغلف بحاجة ارفع شوية بحيث اعمل شكل عليه كده مثلا، واعمل زيه من فوق وزيه من تحت لو انا حابة كده، او لو انا حابة اعمله بالطول كده براحتي، يعني الشكل اللي انت حابة تعملي بيه بتعملي بيه وفي الاخر بتلزقيه. انا هبدأ اعمل واحد، بس قبل ما اعمل البطرمان نفسه هعمل الغطا، هوريكم انا هعمل ايه في الغطا دلوقتي. هجيب الورقة دي بس هقلبها كده عشان اقدر ارسم براحتي على ظهرها اهو بالشكل ده، وهجيب الغطا هحط الغطا كده وهبدأ اعمل ارسم الدورية عشان الغطا كمان انا هعمل له شكل، مش عايزة الا الجناب بس بتاعته هي اللي تبان. هبدأ ارسم الغطا اهو كده، الغطا التاني هرسمهم وارجع. انا هم معايا رسمت عليه اربعة، الورقة خدت اربعة، انا عايزة ستة، هعمل برضو من الورقة التانية وقصته معايا بالشكل الدورية ده اهو. هبدأ الزق دي هنا كده، يبقى ده شكل الغطا ودي جنابه، الزقها وارجع لكم. ده شكل الغطا معايا اهو، الدير بتاعه ذهبي وهو من فوق هيبقى شكل البطرمان اهو بالشكل ده. دلوقتي انا قصيت الشريط ده، هعمل من هنا كده واحد كده بالشكل ده، وهعمل من النص واحد، وهعمل من تحت واحد كمان. انا عملته بالشكل ده اهو، ده شكله معايا اهو بالشكل ده. ما حبيتش احط في النص علشان خاطر اعرف ايه اللي جوه البطرمان. هنا كمان لو حابه تكتبي اسم التوابل اللي جوه البطرمان بتكتبيه اهو. ده كان شكله معايا اول واحد بالشكل ده، هكملهم كلهم وارجع باذن الله. ده طقم التوابل بتاعي اهو بعد ما خلصته، او دي البطرمانات بعد ما خلصتها اهو. ده شكلها قد ايه هي جميله والله، اهي مش باين خالص ان هي كانت بطرمانات ولا حاجه، ولو حتى بانت بس قعدت تدويرها وشكلها بقى احلى. بقى طقم توابل جاهز عندي اهو ان انا اشتغل بيه ان شاء الله اهو. يا رب يكون عجبني عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. دي كانت فكرتي النهاردة لإعادة تدوير البطرمانات القديمة اللي عندك. تنسوش اللايك، تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. أشوفكم على خير وفيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة، باي باي.